السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كي يغلق فصلا مهما من فصول بطولة دور روشن السعودي للمحترفين، الفتح النموذجي وجها لوجه امام النصر العالمي والنجم العالمي كريستيانو رونالدو الدون، هنا في محافظة الأحساء، هنا في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، أمام حضور جماهيري طاغي، كيف لا والنجم العالمي يزور الأحساء لأول مرة بعد الرياض. النشيد الوطني بعد ذلك بركين رقم 9 وتليدو القادم الجديد، ومع أول كورة لرونالدو ورايا وتسلل على كريستيانو رونالدو. هذا هو أيام قليلة النجم الكبير، ياخذ الكرة القنام، يلعب الكرة العرضية، والعرضية لمين؟ جاكوب تاليسكا، تاليسكا على اليسار يبحث عن العرضية، تاليسكا لكن ياخذ المساحة، تقدم حاول يراوغ، مهارته عالية لكن التغطية، بيتروس صمام الأمان اللي ممكن يكون عنده دور الكبير، مر رونالدو بمهارة كريستيانو، مر حاول جوستافو، تسديدة من البرازيلي، عدة طويلة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذا 5 مرات على طوالي محاولة، هذا كريستيانو من الأول حاول والتغطية الدفاع، شوف انطلق، شوف كريستيانو طلب الكرة في مساحة لكنها وصلت إسكا، الله على أيمن يحيى، والعرضية الطويلة ولكن عدت، ما زالت غريب حصلها لكن عدت الخط إلى خارج أرضية الملعب. تاليسكا بين هجمة نموذجية، العرضية شالها حارس المرمى، الله الله، محاولة كريستيان حاول يبحث عن الخطأ لكن الأرجنتيني يقول لا شيء، حاول وسط ضغط كبير، عادت فتحوية، تيو مرة ثانية يلعب الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. هذا هو كريستيان تيو العمري، تاليسكا أمام 2، حكم المباراة يعطي الخطأ الآن لتاليسكا، يعرف هذه التسديدة لكنها اصطدت، يحاول فيها، يلعب الكرة طويلة عالية خطيرة نصراوية لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب وسط مطالبة بركلة زاوية لكن عدت إلى جدا محمد رفيد بتوقيت، ما زالت نصراوية عرضية، ومروان هذه العرضية عند غريب، هذه دخول داخل منطقة الجزاء، نجح الفتح في إعادة اليوم، كرة ملعوبة للأمام، كريستيانو أخذ الكرة، كريستيانو تسديدة، للأمام، هي الكرة، محاولة عند سفيان، وخطأ للنموذجي، خطأ للفتح وخطأ كبير، مروان لعبها، الله الله على تسديدة مروان سعدان، عدت حاول على العرضية العالية بعيدة، جاكوب ريني حارس المرمى، أول بحث عن العرضية طويلة بعيدة، الزبيدي يتدخل الفتحوية، ما زال الآن أيمن لمسة، والثانية أيمن لكن بعيدة، هذه سريعة أطول من اللازم، نعم عدت، ما زال الله، ما زالت عدت الخط، عار له مع النصر في نهاية هذا الموسم، هذه عالية بعيدة ولكن استلام كريستيان تيو، حاول تيو تسديدة مرة ثانية، يطالب بخطأ عن ذاته، عن ذاته، عن الله، كل الحلول، مين هذه؟ عرضية على راس من حارس المرمى، طالع بتوقيت خاطئ، جاكوب ريني حاول فيها، توفيق محيمن يلعب الكرة، حاول عن المساحات، عن المهارات، عن الكرات، لكن أبدا لم يفتح نعاما النجم الكبير كريستيانو، هذه العرضية، الله، كريستيانو تحرك، كريستيانو انقذ مرة
تحركت ومنعت هدف كريستيانو. الله الله على قيمة التذاكر من أجل ذلك يا كريستيانو. هذه كرة ملعوبة راحت كانت رايحة. شوف الجماهير، شوفوا ردة الفعل، كل الكاميرات كانت تصور، كل العدسات كانت تصور كريستيانو اليوم، كاميرات خاصة. الخيبري تمريرة، هذا صاحب العرضيات، هذا صاحب العرضيات، والتغطية من مروان نصر مع أول تنفيذ. غريب لعب الكرة مخادعة مخادعة خطيرة بهذه الطريقة. والمور مر كريستيانو على اليسار، رونالدو يبحث عن العرضية وتاليسكا. هذه المرة الخليف أيمن ضغط تاليسكا، حكم المباراة الأرجنتيني يقول لا شيء في الكرة الأخيرة. بيدروس استلم تاليسكا على لعبها لكريستيانو رونالدو الأول، رونالدو إلى خارج أرضية الملعب حتى لزملائه. يتقدم الآن على الطرف الأيمن، مرور مرور من الدون وخطأ، خطأ لرونالدو. هنا الآن عبد الرحمن غريب يلعب الكرة على رأس من الله، خطيرة مرت وعدت من الكل بسلام مثل الفتحويين، ويقول أنا جاهز. هذه كرة أمام الجول، الله مساحات ومقفل مساحات صح، يحاول بيدروس وحكم المباراة الأرجنتيني. شوف نفسه في راس، في راس انطلق الغزال، راح في راس، محاولة ضعيف، المحاولة الخطيرة، محاولة سند الكرة اصطدت عدت مرة. النصراويين الحلول الفردية قد تنجح، قد تنجح، قد تعيد مرة في مكان جلال الدين. لكن شوف التحرك الرائع من مروان، مروان مروان سعدان، غوستافو مشاريبوف يلعب كرة في العمق، العمق كله مستحيل. العرضيات العرضيات ومروان سعدان البرج الأكبر، محاولة حاول يلعبها بطريقة رائعة ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. إلى كريستيانو حاول مروان سعدان، لعب الكرة بعيدة طويلة. محمد الفهيد ألف سلام ألف سلام. عرضيات خطيرة، محاولة عدت من الأول، مطالبة بخطأ وركلة جزاء، ركلة جزاء للعالمي، تنفس الصعداء العالمي على التسعين. أقول هل ستكون العودة يا رونالدو كريستيانو؟ الله كرة القنتيني لا للصفراء يا تاليسكا.